أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.